فلذلك حزب العدالة والتنمية دائما يصنع المفاجآت. وإن شاء الله ونحن معتزون بأن يصبح الأستاذ محمد أمكراز وزيرا. هو بالمناسبة راه هو وزير بدعم من جلالة الملك، مش تعرفوا، لأن نريد نحن أن نعطي إشارة إلى أن الشباب لهم موقع في الواقع السياسي، وأن الشباب عنده مستقبل. نعم، ليس بالكلام. شي وحدين قالوها وما قدوش يديروها، احنا واخا ما نقولوهاش غادي نديروها. هو اولا خذ الكلمة الباح، ولأول مرة كيتحكم على حزب، كيتحكم على حزب لأنه بشكل صريح، لأنه قال واحد الحزب اللي قال غادي يدخل الشباب، حنا دخلنا الشباب، هو غير الهضرة. ما يمكنش يقول لي بأنه أنا كنت كنقصد شي واحد آخر، لأنه الحزب الوحيد اللي دار ديكلاراسيون على الشباب فقدي هو حنا، معلوم باين مقصود. اولا كنقول لي حنا شركاء ديالك في الاغلبيه، حنا كنا معاك رجال هذا يعني لا كونستيتيسيون ديال هذه الحكومه، عم ما سمعتو حتى مشكل، ما سمعتو حتى نقاش حار ولا هذا ولا داكشي كله. سهل لينا ليه الماموريه انه هذه مرحله خصها تدوز وحنا غادي نتعاونوا معاه. اولا بالنسبه لهذا الكلام اللي قال، انا كيظهر لي رئيس الحكومه خصو يكون كيتكلف، خصو يتكلم يعني يكون الكلام ديالو صحيح باش ما نقولش شي حاجه نيجاتيف. انا في اكادير اتجهت للشباب وقلت لهم في 2021 ان شاء الله غادي تكونوا الشباب غادي يكون داخل الحكومه، لانه انا عارف اش كنقول، ما غاديش نشد بالشباب ونلوحوا في السياسه الكبيره وما ينجحش غدا ولا بعد غدا. انا خصني نقطر، خصني ندير التكوين، خصني نوجدو، خصني نكون سيو بانه بانه الاختيار الصحيح. عاقي عندي عامين باش تشوف، عمري ما تكلمت انا على الحكومه. ايوا الانسان الا تكلم ما يديرش بيا السياسه، ما يديرش بالحزب ديالنا السياسه، وحنا حلفاء. ثانيا كتجي وكتقول واحد الوزير معين عنده ثقه ديال سيدنا، انا دابا خصو يجاوب الاغلبيه، خصو يجاوب الاغلبيه، واش هذه الحكومه عندها الثقه ديال سيدنا؟ واش الوزراء الاخرين عندهم الثقه ديال سيدنا؟ ولا هو هذاك السيد اللي عنده الثقه؟ علاش واحد بوحده عنده الثقه ديال سيدنا؟ هذه يعني إشكالية كبيرة. وأنا مع الأسف أنا بلي كنشوف دابا هذا الخطاب يمتج، جا نهار السبت الصباح الخطاب ديال سيدنا يمتج، كان نهار الجمعة في 4 ولا في 5 ديال العشية، أش كيقول الخطاب ديال سيدنا؟ كيقول لنا الله يخليكم الانتخابات بقى شوية بعيدة، خليو عليكم حسابات ضيقة سياسية، اشتغلوا. باقي هذاك الخطاب الملكي كيدوز في التلفزيون، باقي كاع ما وصل للمواطنين، لا غدا في الصباح كيشوش عليه. بالله عليكم واش هادشي معقول؟ ماشي معقول. ف زعما انا ما كنتفاجئش انه الشباب كيتكلم عليه والساده اعضاء المكتب السياسي ولاو يتكلموا عليه، لانه الى لاحظتوا احنا ما عمرنا، وكنت مانع على الاخوان داخل سميتو باش ياخذوا شي كلمه في ضد ولا في حق السيد رئيس الحكومه. انا كنحترم رئيس الحكومه وكنعرفوا ليا شي وكنشتغلوا معاه، ولكن حتى هو ما عمرنا جبدنا، ولكن دابا جبدنا، وكما قال السيده اللي جبدنا غادي يلقانا. ف
فكل واحد غادي يلعب الدور ديالو. حنا وزراء كنشتغلوا في سميتو، وحنا احسن هديه عطانا انه واللي عطينا لراسنا انه هذه الحكومه اللي طلعت عطاتنا بعض الوزراء اللي غادي يتكلفوا بالحزب السياسي وبالمسار السياسي، وعندهم ما يقولوا، عندهم ما يديروا من هنا 2021 ان شاء الله، وغادي يشتغلوا بهم ان شاء الله. إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن وتتطلب انخراط الجميع بالمزيد من الثقة والتعاون والوحدة والتابعة واليقظة بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.